اهلا شباب، الباكج دي لسه جايه لي حالا، وهي بتحتوي على سامسونج زي فليب 3، الجيل الثالث من التليفونات القابله للطي من سامسونج. فخلينا في فيديو النهارده نعمل انبوكسنج ونشوف محتوى الباكج ايه وندي انطباعات اوليه عن التليفون ده. يلا بينا. زي ما انتم شايفين العلبة بتتفتح من الناحيتين، الناحية دي فاضية، وهنا في شوية كروت خصومات من سامسونج على السامسونج تي في وعلى الأجهزة المنزلية من سامسونج، وكمان الضمان على الشاشة. الناحية التانية بقى بنلاقي نفس الموضوع، خصومات على حاجات مختلفة، وبيكون هنا التليفون نفسه. العلبة زي ما انتم شايفين رفيعة ازاي. خلونا نفتحها مع بعض ونشوف جواها ايه. خلونا نبدأ مع بعض. طبعا ده الضمان. كان المفروض الحقيقة يجيلي مع الحجز المسبق السماعات، لكن هي لسه ما جاتش، فأنا مش عارف هي لسه ما جاتش ليه، فلسه هكلم سامسونج ونشوف. زي ما احنا شايفين ده التليفون، هنخليه على جنب دلوقتي ونشوف العلبة فيها ايه. وهو الحقيقة طبعا ما بقاش في حاجات كتير في العلبة ممكن نتكلم عليها، يعني ده البن بتاع السيم كارد، وجوه هنلاقي سلك الشاحن USB Type-C، وشوية ورقيات الكتالوج، حتى الكتالوجات كمان قلت. فده بقى محتوى العلبة فقط. خلونا نسيب كل ده ونبدأ نفتح التليفون ونشغله. اللون اللي معانا هنا هو اللون الكريم في اسود، والحقيقة اللون ده من الالوان اللي انا لقيت ان هي شيك جدا. التليفون بيلمع، ما هواش مط، ومسكته كده حلوة جدا. خلونا نتنيه. طبعا شعور القفل والفتح ده شعور حلو قوي. ده زرار التحكم في الصوت، زرار الباور والبصمة، وهنا ده USB Type-C والسماعات، المايكروفون. الناحية دي فيه السيم كارد تول فقط، وفوق في النويز كانسليشن مايك. من ورا زي ما انتم شايفين الكاميرتين والفلاش والشاشه الخارجيه اللي حجمها كبر. تعالوا نشوف الهنج، الجزء اللي بيتني، كلمه سامسونج بتظهر. وهو الحقيقه قفله التليفون وفتحته تحس ان هي اقوى من الجيل السابق فعلا، يعني اللي منكم جرب الجالاكسي فلاب الجيل الاول هتلاقي القفله والفتحه مختلفه، يعني بتقدر ان انت تثبت التليفون في كذا وضع لحد ما تقفله، مش مجرد ان انت تفتح كده يقوم فاتح على طول. خلونا نفتح التليفون ونتوكل على الله. طبعا على ما يفتح خلينا نتفرج تاني على التليفون، لانه الحقيقة هو جميل جدا وتجربة ممتعة جدا. يعني المسكة بتاعته غريبة كده، مش تليفون عادي فعلا. الواحد مبسوط ان هو موجود في الزمن اللي التليفونات خدت الخطوة الكبيرة دي، تليفون بشاشة بتتني. اللي منكم جرب التليفونات الموتورولا بتاعت زمان والتليفونات الفليب هيعرف الشعور ده. انا علشان عشت المرحلة دي وكان من حلم حياتي ان انا اشيل تليفون بيتني فلاب، بس ما كانش الشاشه بتتني، فانا عارف قد ايه التليفون ده مسكته حلوه وممتعه. طيب انا هبدا التليفون واعمل له سيت اب ونرجع تاني بفيديو تاني ونشوف الانطباعات الاوليه ايه عن التليفون. بعد ما خلصنا سيت اب للتليفون خلونا كده نتفرج على التليفون ونشوف اخباره ايه. طبعا التليفون بيجي بمعالج سناب دراجون 3 8 وهو 5G
5 نانوميتر. المعالج ده اللي هو بيعتبر قوي جدا. التليفون كمان بيجي بشاشة 6.7 بوصة دايناميك أموليد 120 هرتز، ويمكن دي من المميزات والأبجريدز اللي في التليفون ده عن الجيل السابق، ان الشاشة بقت 120 هرتز. التليفون كمان في حواف تحس انها سميكة شوية، لكن ده طبعا حماية للشاشة، وزي ما انت شايفين في البلاستيكة الصغيرة دي علشان الشاشة ما يحصلهاش اي نوع من الكسر او ان يدخلها مية. وبالمناسبة التليفون ده لاول مرة ان هو بيكون مقاوم للماء، ودي طبعا حاجة بصراحة انا ما كنتش اتخيل ان هي تحصل في الجيل ده من الفليب. انا كنت منتظرها في الجيل الجاي، لكن فوجئت انها موجودة في الفليب والفولد ان هو مقاوم للماء. وبصراحة مش عارف ازاي سامسونج قدرت ان هي تخلي التليفون ده مقاوم للماء، فبصراحة تحية لسامسونج على الحركة دي. طبعا التليفون بيجي بالكاميرتين الاثنين 12 ميجا بكسل، واحدة رئيسية والتانية الترا وايد. والتليفون كمان فيه شاشة خارجية 1.9 بوصة. الشاشة طبعا بتقدر منها ان انت تتحكم في كذا ويدجت، وبتظبط الالويز اون ديسبلاي فيها، الميوزك والنوتيفيكيشنز، لسه كل ده هنشوفه. التليفون بيجي ببطارية 3300 ملي امبير، ويمكن ده من العيوب في التليفون ان البطارية صغيرة، لكن لسه هنختبر ده ونشوفه في المراجعة النهائية بتاعت التليفون ان شاء الله كمان اسبوعين. هيكون في فيديو تاني عن استخدام التليفون ده بعد اسبوعين ورأيي فيه ايه. من العيوب تاني اللي انا شفتها في التليفون هو ان السيم كارد بتاعه سينجل سيم، بياخد سيم كارد واحد فقط او شريحة تليفون واحدة فقط، وده الحقيقة انا بالنسبة لي عيب يعني، لكن لو انت شخص عندك شريحة واحدة فدي مش هتكون مشكلة ليك. التليفون طبعا بيجي بواجهة سامسونج One UI 3.11، واللي بتحمل مميزات خاصة بالفولد او بالفليب فقط. المميزات دي لسه لما نخوض جوه السوفت وير هنقدر نتعلمها مع بعض. دي الكاميرا بتاعت التليفون زي ما احنا شايفين، لما بنتنيها كده بتتحول للفليب مود. برضو كل الكلام ده هنبقى نجربه مع بعض. بتقدر برضو وانت فاتح الكاميرا ان انت تدوس على الزرار ده او الايكون دي، بحيث انها تشغل لك الكاميرا هنا كمان، بحيث ان الناس اللي انت بتصورهم يقدروا يشوفوا نفسهم في الصورة دي وهم بيتصوروا. فقد ايه ده استغلال الكاميرا الخارجية او استغلال للشاشة الخارجية من التليفون. لما بتشغل التليفون اول مرة بتلاقي شوية تنبيهات سامسونج حطاها علشان التليفون ده تخلي بالك على شاشته، ان انت ما تقربش منه حاجة حادة، وان انت ما تعملش بضوافرك على الشاشة لان الشاشة ممكن تتضرب الحركة دي. كمان لو تلاحظ ان في سكرين بروتكتور على الشاشة موجودة مع التليفون. انا منصحش ان انت تشيل السكرين بروتكتور دي او تحط سكرين بروتكتور تانية لانها ممكن تأثر على الشاشة. برضو لو انت من الناس اللي بتشيل التليفون في جيبك، او بالنسبة للبنات لو بتسيبيه في شنطة، لا يفضل ان انت تشيل مع التليفون نقود معدنية، لان النقود المعدنية ممكن تخش من الفتحة دي وتدمر الشاشة جوه، وده ينطبق عليه اي حاجة حادة كمان ممكن تكون في جيبك. فدي شوية تنبيهات تخلي بالك لو انت ناوي تجيب التليفون ده. من المميزات الخاصة بالتليفون ده بالتليفونات الفليب هو وجود في السيتنجز او الضبط منيو خاصة للكفر سكرين، بتقدر منها تحدد شكل الكلوك او شكل الساعة اللي بتظهر في الكفر سكرين. والحقيقة عندك اشكال مختلفة كتير جدا من الساعة، وبتقدر تختار لون للساعة حسب ما انت بتعوز. برضو بتقدر من هنا الويدجتس، ايه هي الويدجتس او التطبيقات المصغرة اللي تظهر في الشاشة من برة. عندك الموسيقى، التاكس، الجدول اليومي، المنبه، سامسونج هيلث، حاجات كتير ممكن ان انت تستغلها. واعتقد ان سامسونج فتحت للديفلوبرز او للمطورين انها تقدر تعمل تطبيقات مصغرة للشاشة اللي برة من التطبيقات بتاعت المطورين، بحيث انها تدي دعم اكتر للشاشة الصغيرة اللي برة. لما نشوف الشاشة من برة ونعمل دبل كليك عليها هتلاقي الساعة شكلها بقى زي ما احنا مختارينه كده، بيبقى فيها انيميشنز وشكلها لطيف الحقيقة. بتيجي يمين او شمال بتختار الويدجت وبتلاقي فيها البيانات اللي انت عايزها، ممكن تسجل صوت، ممكن تبدأ تايمر، وممكن تضيف ويدجتس حسب ما انت عايز. برضو كمان من زرار الباور لما بتدوس عليه مرتين ورا بعض ده بيشغل الكاميرا، وبتقدر منه ان انت تجيب يمين تصور فيديو، ترجع تاني فوتو،
او بتعمل سوايب اب او ترفع لفوق، فده بيجيب لك العدسة الوايد، وبتقدر منها ان انت تلتقط صور عن طريق زرار الفوليوم ان انت تاخد الصورة اللي انت عايزها. فدي بصراحة برضو من الاستخدامات العملية جدا للشاشة الخارجية. ان شاء الله في فيديو المراجعة النهائية هنختبر كل حاجة في التليفون، وهنختبر الكاميرا والبطارية والشاشة والاستخدام، ونشوف هل التليفون ده فعلا عملي في الاستخدام ولا هو مجرد منظر بس. الحقيقة حتى الان انطباعي ان هو تليفون شيك جدا وحلو جدا ومختلف عن التليفونات اللي احنا بنستخدمها. يعني انت مهما جبت تليفون عالي ومتطور ومواصفاته عالية جدا، لكن التليفون ده مختلف فعلا. واللي منكم ما شافش حلقة الفليب 1 تقدروا تشوفوها من الرابط اللي هيظهر دلوقتي علشان تعرفوا انطباعي ايه كان عن الفليب 1. دلوقتي اتمنى ان يكون الفيديو ده كان مفيد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تنتظروا فيديو المراجعة النهائية بإذن الله. اشوفكم في حلقة جاية. شكرا.